باسكال، مساء النور. بونسوار نجيب. أهلا وسهلا، تحياتي، وأكيد سعداء جدا بمصافحتك الليلة على موجات إذاعة تطاوين من تونس، ونحيوك طبعا على طريقتنا الخاصة. والله من نور القمر أحلى، باغ بيدينها وبارك لها، اسم الله عليها. أهلا والله أبها الطلة، اشتقنا لعيونك والله، عذبنا فراقك يا الغالي، خاف الله فينا خاف الله. أهلا بها الطلي أهلا، أهلا بها العين الكحلة، أهلا بها الطلي أهلا، أهلا بها العين الكحلة، ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا، ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا. على مواجهك يا تطاوين. الله الله، هذه تحية طبعا خاصة جدا لنجمتنا ملكة جمال الطرب اللبناني اللي معنا الليلة باسكال. مرحبا بك من جديد باسكال، بعد أنا مش بس نقول بعد غيبة. مرسي سابين نجيب، مرحبا لك، مرحبا لكل المستمعين هلأ معنا الليلة موجودين، مرحبا لكل جمهور بتونس، لكل شعب التونس اللي بحبه برشا برشا برشا، يعني مثل ما هو بحبني أنا بحبه كثير. ف شكرا، ثانك يو. اكيد باسكال مش علاني ما غابتش علينا برشا، لانه كانت ليله راس العام كانت في تونس، احيت حفله ناجحه جدا، جمهور كان غفير جدا، والحفله هذه ايضا التذاكر اللي خلصوا على بكري، التذاكر الكل استقبل لك الجمهور بالورود في مطار قرطاج، والجمهور ايضا رافقك حتى المكان اللي اقمتي فيه معناه بعدد كبير، هذا يدل على شيء، يدل على حب الجمهور التونسي باسكال مش علاني. مزبوط، كانت لانوفيلا بتاخذ العقل بسوسة، يعني ما في احكي عن الجمهور التونسي، يعني الحمد لله او خمسة وخميسة عليه من بدايتي لهلا ولا مرة الا ما كان بعقل، يعني سميع زوي وشعب جدا طيب، شعب بحب الفن وبحب الأثر وبحب الطيب، يمكن أنا طيبة عشان هيك نتفق مع بعضنا. فكانت نوفلون بتاخذ العقل، وبتعرف لأنه أنا كان إلي تقريبا وقفت كمان، كانت أنسانت وجبت لله ما كنت عم غني، وفتحت بتونس بالبلد اللي بحبه. ايوه، وانا حبيت مبارك لك بالمولوده ان شاء الله ربي يخليها، وان شاء الله ربي يصونها يا رب ان شاء الله. اي احنا في الصوره، لا لا انا باش نوضح لك مسالش، لانه باش على الهواء مباشره، لانه في الصوره تو على شبكه الانترنت يبينوا صبي، وفي الكتابه معناها على المواقع الكل معناها يذكروا مولود. ان شاء الله الف مبروك هالصبي، شو اسمه؟ شنو هو اسمه؟ الياس. ان شاء الله ربي يخليه وربي يصونه، ان شاء الله ان شاء الله تفرحوا به ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. كانت كثير حلوه النوفلان، وبالفعل يعني حسيت انه ما كنت غيبه هالسنه وشوي، سنه ثلاث اشهر على الفانز اللي قوني بالاوتيل والناس والجو الحلو للصبح، وكنت كثير سعيده، ورجعنا على بيروت صورنا هلا نحكي على الاشياء الباقيه. طبعا اكيد، وباش نحكيو ايضا على الجديد ان شاء الله العام هذايا، وباش نحكيو ايضا على لانه فما برشا، خاصه خلينا نبداو بتعليق التعليق اللي جاتنا من لانه هذه تحب لنا برشا وقت حتى تعليق الكل نعطوها حقها الليله. خلينا نبداو بالتعليق الاولي، هذايا من بدر تاج من الخليج، انا حابب اعرف راي النجمه باسكال لاني تحدثت في هذا الشان في مقالتي التي نشرتها قبل يومين على جريدة الخبر، المقال بعنوان أمطار من نجوم، وتناولت فيها انهيار صناعة الموسيقى وعدم وجود منتجين، والحفلات أصبحت لا تغطي تكاليف الإنتاج للفنان، وبالتالي اتجهوا لمثل هذه البرامج لكي يكونوا هو معناها قبلها كان عنده تعليق أول، ياريت تسأل الفنانة باسكال مشعلاني شو السر وراء انتشار النجوم والنجمات في البرامج كليجان تحكيم، هل هو بسبب عدم وجود منتجين لصناعة الموسيقى أو بسبب مزيد من التواجد الفني؟
البرامج تو حاليا اللي نشوفوا فيهم. لا لا فهمت سؤاله. اول شيء بوجه له تحيه. لا هي اذا بدك اذا بنطلع على امريكا بعرب ايدول او باي برنامج برا بيجيبوا نجوم صح؟ اي طبعا يعني من زمان برا بيجيبوا نجوم، يمكن جديد على وطننا العربي كان يجيبوا نجوم، وجديد على وطن العربي انه نحن ما كنا نتقبل نجم يقعد يكون هو بلجنة الحكم يستمع لاصوات غير، فكان شغله جديده. أي. انا بالنسبه لي انا لا شغله حلوه لانه فيك تشوف الفنان اذا عفوي اذا مهضوم اذا قريب من القلب اذا عنده كاريزما، انا يعني عم تشوفه بكل حلقه يا بكير اكثر يا اما لا. هلا السبب انه لانه ما في حفلات وكذا، اكيد ما في شك انه السيد الوطن العربي إلى تأثير المشاكل بسوريا وبمصر وبلبنان وبتونس كل الأشياء، أكيد في أزمة شوي أنه من العالم منا كثير كانتون مبسوطة أنه لا تحضر حفلات، بس مش لأنه هيك هم فاتوا بهالبروغرام، لأنه هم بجالة ما يكونوا موجودين بهيك دفعنا المصاري. هلا أنا بلي أنه لا بالعكس شغلة حلوة، بس أكيد الفنان ما يخوض هالتجربة أكثر من سنة أو سنتين حتى برا، لانه اكثر من هيك بيصير في روتين وبيصير في ملل، فبرا كل سنتين بيجيبوا حدا جديد، فتجربه جديده ومش غلط يعني. واضح واضح الاجابه. خلينا نمشوا توا المقال وانت تعلق عليه. المقال هذايا المقال بعنوان باسكال مش علاني تستعد لتحضير البوم غنائي جديد، هذايا كان بتاريخ النهار الاثنين 21 يناير 2013 بطبيعه. للمقال يذكر انه ذكرت الفنانه اللبنانيه، وذكر معايا ربط معنى الكلام لان ذكرته منذ قليل، ذكرت الفنانه اللبنانيه باسكال مش علاني في تصريح لها انها قررت ان تعود الى الساحه الفنيه بعد غياب طال ليها طبعا خلال الفترة الماضية بعد إنجابها لطفلتها، مشيرة إلى أنها تستعد لتحضير ألبوم ألبوم غنائي جديد سيكون بمثابة العودة القوية لها إلى الساحة الفنية حسب ما ذكر موقع النشرة. وقالت باسكال في لقاء لها مع مجلة الشبكة أن اللقب الأقرب إلي هو اللقب الأم، لم أكن أتصور أن حياتي ستتغير بشكل جذري، وأضافت إثر ما حدث في العالم العربي كنت أتردد في طرح أي عمل، لكنني اليوم سأعود بقوة إلى الساحة الفنية وسأطل في غير برامج تلفزيوني بعد أن أطرح ألبومي. وتابعت أتمنى أن تتوقف الحروب عام 2013 لأنني أحب الرقم 13. هذا هو المقال. كلهم مضبوطين. إذا بدك جاوب في لك أو شغل الألبوم تقريبا أنا جاهز من فترة، بس أكيد ما منسكر الألبوم إلا قبل منزوله بثلاث أشهر بسبب ما حبيت ننزل بألبوم لأنه شايف الوضع ككل كيف هو، فمش هيك حننزل سينجل ورا سينجل لنشوف الوضع شو بيصير هلا الأول الصيفيين على رب. بالنسبة إنه أنا عشت مرحلة حلوة كثير، مزبوط أحلى سنة عشت مرحلتي مع ابني لأنه ما كان في ستريس لا شغل ولا ضغط ولا تعب العمل الفني، يمكن له des chansons pour les enfants Patrick ou Tom and Jerry ou الشيء الحلو اللي كثير أساعدتني ومبسوطة جدا لأنه هذا الشيء سعادة ما في منا بالحياة الأمومة، الأشياء أول ما بينشي ابنك أول ابتسامة أول درس أشياء حلوة كثير تعيشها معه. وبالنسبة لأشكنت كمان يعني كلهم تقريبا لقيتهم أنه مزبوطين. واضح. أيضا من الأغاني 2013 الجديدة إن شاء الله باش نسمعوها بعد لحظات حصريا الليلة على موجاتنا، وأنا خاصة جمهورك الكبير اللي يسمع فيك وأيضا الفنانين اللي يسمعوا فينا، أيضا مجموعة من الفنانين، مجموعة كبيرة كبيرة جدا من الوطن العربي من الفنانين الكل، من حسين المنظر أيضا برشا برشا فنانين وأيضا ملحنين موزعين. تعليق ما شاء الله التعليق، إذا تحبنا ساعة باش نقروا تعليق الكل، لكن إن شاء الله احنا نبسطوكم الليلة بالغنيات اللي مبرمجينها الليلة في لما على الاف ام. ايضا باش غنينا لايف الليلة باسكال، تغنينا لايف وباش نسمعوا ايضا من عند ضروري جدا الليلة نسمع صوتك ان شاء الله على الهواء. اما تحبي تمولي تحبي تغني ترابي تحبي تغني اغانيك؟ لا مش مشكلة، بقول لك ما احنا عنا بالليل، بس بقول لك ما تعذير مش مشكلة اكيد مش عم بتهددني رح بتطلقني داخلك لتوكل بخير
هذا صوت طبعا ملكة جمال الطرب اللبناني باسكال مشعلاني جديد 2013 حصريا الليلة على موجاتنا. باسكال مرحبا بك من جديد. مرحبتين. ما يهدك حد وما يقدر حتى حد يهدك، لكن احنا رجع عليك بغنية. اسمع الغنية هذية لانك انت نجمة. يا حبي يا عيوني يا جنوني طبعا شمس، انت شمس. حلو. شمس الغنية شمس ما بتغيب لان طلتك عندها طبعا جمالية خاصة لدى الجمهور. عندك جمهور كبير في الوطن العربي وفي العالم، في جولاتك الكل، في حفلاتك، وكل مرة يحاول ان الجمهور يتقرب منك اكثر. نعرف انه حتى الفانس تبع في اخبار الفانس على شبكة الانترنت. باسكال ما فهمت سؤالك، شو قصدك؟ المعجبين على شبكة الانترنت بباسكال. عندك برشا معجبين على شبكة الانترنت. ايه بعد بس سؤالك تقري، معناه تقري في الاخبار شنو بيتصرفوا معي، معناه لأ تقري شنو يكتبوا لك، معناه شنو يكتبوا على شبكة. اوكي كثير اشياء حلوة. هلا قبل ما كنت عم بحكي كنت عم جاوب على تويتر على فيسبوك من زمان، واتساب قليل، بس تويتر من جديد. أنا كنت عم جاوب الفانز، يعني ميسيو اشتقنا لك، بنحبك كثير يا أميرة، وبعرف شو باسكال وين أحلى من البنات باسكال كثير شو حلوة، وكلهم بجاوبنا على لأنه من جديد على تويتر، بقول لهم هلا عم بعمل صور، هلا قاعدة مع الماما، هلا عم لعب ابني، هلا عم بعمل بروفا. خليني يعني نضيف لك أنا، خليني عم نكون كثير سريعين يعني. باسكال خلي نزيدك أنا أيضا. هذايا بشير حيدر من سوريا، تحياتي لكم ولضيوفكم مجيد ولضيفتك الليلة باسكال اللي يلي بتجنن والله، ما في أحلى منها. هي المطربة الأولى بصراحة تعجبني به. شكرا لك بشير من سوريا. علي أحمد من لبنان، شكرا أي أيضا. باش نرجع إن شاء الله للأخبار الأخرى ايضا، نمشي لمصر لانه ما شاء الله. هذايا المطرب فوزي عبدو، يسعد مساكم جميعا. بدنا منها خلينا نقرا. يسعد مساكم جميعا باسكال، هذه مثل القمر والله احلى لما الليله، وشكرا ليك. بدنا منها انا وكل شعب مصر نسمع شيء لام كلثوم منها، بس اكيد لاننا هنا تعبانين من الاحداث، بدنا شيء يفك عنا شويه ونسرح معاه معناه. بس يا ريت يكون لايف يا أستاذي، أي أغنية بدها إياها هي. ويسعد مساكم وشكرا لهالإذاعة الحلوة، وقول لها بالمصري أنت وردة الغناء العربي. إيه والله حاضر يا سيدي، أنت وردة الغناء العربي. هذه كله مازال المساجات وتعليق كلها. مرسي لكل الفانز من سوريا، مصر، من تونس، من الخليج، من وين ما كان، وبالذات مصر حبيبة قلبي، لأنه مصر أم الدنيا بالفن وبالكل شيء، بالمسلسلات وبالألحان. مصر الحبيبة كمان، ما بدنا نشوفها إلا بأحلى زهرة، ما بدنا يعني نعم نشوفه هلأ، يا رب يكون بأسرع وقت العالم ترتاح وترجع تعيش وترجع تنبسط، لأنه مصر خلقت للفن وللثقافة وللمهرجانات الناس اللي تشوف الأهرام والفن والثقافة. فأنا اشتقت لهم كثير، وجدت الشيء لسوريا كمان الله يشفيها ويخلص من هالأزمة صراحة. يعني مش عم نعرف نقول لمين ومين ومين، بس ما فينا غير نقول إنه إن شاء الله يا رب كل أيام حلوة فيه، لكن هالشباب اللي هو عم بيناضل للحرية، فإن شاء الله يا رب.
نعم، خلينا نمشي شوية للشاب فاتح لكلاس من الجزائر، الله يعطيكم الصحة. إنشانتيز دي كلاس، وإن شاء الله تكون بيناتنا أنديو، وربي خليكم لي وربي خلينا صوتها طبعا. سالية توليكيب غاديو تطوين فاتح لكلاس، شكرا للجزائر طبعا، الكل مستمعين ما شاء الله من الجزائر يسمعوا فينا عدد كبير أيضا من على فكرة نجيب النوفلون جاني جمهور من الجزائر. الجزائر جاك من ليبيا، جاك من تونس والحفلة رأس السنة. وأنا قلت لهم أنه أنا في بالألبوم نوفل شانسون عملتها ألجير فرنسي عراب لانفانكو عراب، غنية تحفة كتير حلوة. أنا رح نزل بأحلام البلد بعد ماكسيموم 10 جور، حتكون حتشوفوها كيف وأوديو. من بعد حيكون في شانسون سعودية كثير حلوة، كثير مهضومة إيطالية، ومن بعدها بخوف يعني بعد شهر أغنية جزائرية ونشوف الأنتين بكل الألبوم. فهو أخبار تازة لألك، نحبوها حصريا لهنا الإذاعة التطوين من تونس. إذاعة التطوين أخبار تازة 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 والله. الله يخليك، خلينا نسمع حاجة في اللايف بما إن هيك حسيتي كنا تسلطنت. مع اني انا كان عندي بيت اليومين بس احسمعك. الف سلامة. مقطع صغير من احلام البنات وغني بدها تنزل على الجديد مروان خوري. ايه. كلامه الحانه وتوزيع ملحم ابو الجديد جوزي. احسمعك مقطع منها بعد ما غنيتها اول مرة، بس احسمعك منها مقطع. الله يخليك تسلمي. شو بتحب تكون وشو بتحب تكون انا. خدي يا حبيبي على عيني صغير، صدقني شو بقلك انا احساسي كبير. خدي يا حبيبي على عيني صغير، صدقني شو بقلك انا احساسي كبير. من قالك حقيقي كل رحبي كثير، نحن الحلم الغالي للغني والفقير، بعده بيحلم أحلام البنات اللي بحبوا أحسن وجاي يصدق الحكايات ونعيش الثبات في كل الحالات ويدوب الحب والاتمنى صبيا وعالم بنات. الله 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 على صوت باسكال مشعل يعني طبعا، ويعطيه الصحة للقبك طبعا بملكة جمال الطرب اللبناني لأنك تستحقه باسكال. مسيرتك ما شاء الله، الأغاني أيضا، الجوائز، المهرجانات، حبيت ناخذ فكرة على موعدك في سنة 2013، وين إن شاء الله باش تكون الوجهة، أي المهرجانات ولا الحفلات الجاية تحديدا موعدك؟ هلا اكيد في وقت، بس الحكي بلش يكون على رد لمهرجانات بتونس اكيد ان شاء الله. مهرجانات الجزائر كمان عم بيحكونا عليها بالمغرب، في مهرجانات ببيروت كمان عم بينحكى عليها. مبدئيا عموما الحديث هلا بهالاسبوعين الجايين عم بيحكى فيهم يعني، بس اكيد في بعد منهم ان شاء الله هي تكون الثالث مضبوط وهيك ان الله راضي. نعم باذن الله. خلينا نرجع شوي لباسكال فوزي، شكرا ايضا بشير، شكرا ايضا بدر البغدادي، والله ما فيش احلى منه الليله هذا الصوت، شكرا ليك من بغداد. ايضا محمد من سوريا، هادي من سوريا، ايضا الشاب ميلود ايضا من فرنسا، هذيا شكرا ليك والله، كلهم كلام حلو معنا في صوت باسكال. هذايا حسين، باسكال مش علاني، صوت وصورة، شكرا الاثنين، معناها جمعة الاثنين ما شاء الله. الله يخليك. أكيد نرجع شوية ممكن المسيرة باسكال مش علاني، وخاصة أنك عملت أيضا، عندك تجربة مع الإعلانات، عملت إعلانات عام 98 صحيح ولا لا باسكال؟ مضبوط. ببليسيتي أول سنين بعمل إعلانات، مثلا شولدرز عملتها لمدة سنتين. وما كان بعد حدا بيعمل إعلانات، كان ممكن شوي يقولوا عيب، وما كان درجة فكرة الإعلانات، وجات من بعد عملت إعلان للمجوهرات.
جيد. وبعدين العرض عليه ما كان كثير حسيت انه مهمين، وحاليا في شيء عم ينحكاني عم ينحكى كمان بخصوص فيه على اعلان الرد. نعم، هذا فما سؤال أما باش نسلو أنا على الهواء مباشرة، هذا من سوريا صديق البشير بربي يسألها مجيد عن علاقتها مع المطربات إليسا نانسي هيفا، بس للصراحة أنا بنظري أحلى وحدة فيهم باسكال، ما بعرف ليش هيك أنا بشوفها هيك، معناه ما بعرف أحلى وحدة فيهم معناه شو أول شيء مرسي لألو، هودا عيونه حلوين كتير، لما كل واحد عيونه حلوين كتير بشوف كتير حلو كلهم حلوين وكل واحد له كاركتر وكل فنان له جمهوره، لو ما في فنان بيجي 100% ناس تحبوه، في ناس نص تحبوه نص ما بيحبوه نص بيعملوا نص بيعملوا، كل فنان له كاركتر له جمهور له ستايله، وكل شاب أو كل أنثى عندها فنانة بتحبها مثل ما نحن كل واحد بحب كاركتر. نعم. بحب كاركتر صوته بحته شكله، فأنا علاقتي مع الكل حلوة ما عندي مشاكل مع حدا الحمد لله، لأنه قولة الشاب خالد on veut chanter on veut c'est la vie لا 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 كمان دي يعني الحياة كتير قصيرة ومن نعيشها بسلام بمحبة بإيمان بحب، ما بدي خلق إلا بس محلو تصير، فما عندي إلا علاقة حلوة، كل واحد له ناس اللي بتحبه يعني، كل واحد عنده لوكو، كل واحد عنده معجبينه، كل واحد عنده طريقته، وكل واحد له نكهة ريحه، في ورد وفي فل وفي زنبق وفي ياسمين وفي جغدانية وفي كتير يعني. نعم، إن شاء الله احنا توجيتينا لتونس في رأس السنة، إن شاء الله العودة جاية، إن شاء الله تكوني حاضرة معنا في الاستوديوهات لهنا براديو تطاوين حتى يكون اللقاء مع الجمهور إن شاء الله في حفلاتنا ومهرجاناتنا أيضا اللي يسمعوا فينا في الأوطان العربية ولا في العالم الكل في فرنسا ولا في أمريكا في أي مكان يسمعوا في الراديو تطاوين، يحبوا باسكال تكونوا معاهم طبعا التنسيق مسبقا حتى أكيد تتجول في العالم الكل، كما عودة عودتكم باسكال مع أغنياتهم على الألبوم طبعا الأغاني كما ذكرت هي السنجل، معناها كل مرة باش تنزل سنجل، هذه طريقة جديدة باسكال، معناها تو الناس الكل معناها الفنانين أنه يراه ما يحبش يراهن بألبوم كامل، معناها يخير أنه ينزل كل مرة سنجل ولا ميني ألبوم، معناها كطريقة جديدة لتوزيع الأغاني، ممكن تصورها ناجحة أكثر من أنك تنزل ألبوم كامل. ليش ليش عم بيصير؟ لأنه بالوضع اللي عم بيصير هلا الألبوم صار يعني بتحس لك، أنا أول شيء بدي لك شغلة كثير مهمة، أنا كثير فراجيل كثير حساسة، ما في أنزل عم غني أغاني فرح حب وغرام وعم شوف البلدان حوالي زعلانة متألمة في دم في تعب في أسى، عم شوف أطفال عم شوف يعني ما أنا ما عم بغني حزن عم بغني فرح، فبتلاقيني كان نشط ووقفت الألبوم. فالطريقة الوحيدة كمان ما فيك تغيب كثير إنه هي السنجل، هالسنجل بتعودك تكون موجود لمدة 4-5 شهور بالسوق وبتكون مفروض إنك تكون موجود، وبذلك الوقت مش عم تنزل بألبوم كامل ليكون الوضع كله مستقر وأنت عم تغني بفرح وهيك، فهذه هي، فالسنجل بتعودك عن الألبوم أو بيكون في ميني ألبوم، فتقريبا مثل بعضه لأنه نحن عارفين إن الألبوم بينزل بده شويه بيمسرق على الداونلود وما بقى فيه يعني، فالغنية بتحطها بثواني بتعملها بتفتح على اليوتيوب الناس كلها بتحب تسمعها، فمشان هيك انه صارت السنجل عوضا هلا عن الالبوم. واضح وظهور، والله الوقت مر معك بسرعه باسكال، الليله على موجاتنا في لما فيسا على فيسا. اللي قطع فيسا الليله هيك يعطيك الصحه باسكال، وبصراحه مزيد من التوفيق مزيد من التالق، شنو تقول لجمهورك في راديو تطاوين الليله على موجاتنا؟ تطاوين بدي اقول لكم انه ميرسي لكم على المقابله الحلوه، بحبكم كثير كثير كثير، بحب الشعب التونسي دائما بشتي لكل شيء بتونس للشعب وللناس وللاستقبال وكثير يعني هذا الحب من عند الله. الله يخليك، تحيي كل انسان بعت لي كلمه حلوه او تحيه حلوه من مصر من العراق من الاردن من مصر من سوريا من الخليج من اي بلد بتحبهم كثير كثير، ان شاء الله يا رب دائما كنا عم حزن ظنكم قد من الأعمال الحلوة والأغاني الحلوة، بس بوعدكم إنه بدون غير بإذن الله ماشي إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب حتكون في كتير أغاني حلوة إطلالات حلوة، أول إطلالة حتكون ماكسيموم
بعد كان جور بأحلام البنات مع جو بعيد وكيت كتير حلو فال جديد لوك مختلف كليا ومن بعده حتكون الغنية السعودية ومن بعده غنية جزائرية وإن شاء الله يا رب الدميتريز عن جد كفى 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 بدنا حب 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 يا رب بدنا سلام بدنا محبة بدنا شبابنا تعيش ما بدنا بقى شبابنا يروحوا أمريكا وكندا بدنا إياهم ببلادنا بدنا نغذي بلادنا ما فينا نقول غير هيك هذا هو وشنو تقول للسميرة توفيق من بعد إن شاء الله لأن هي هلا في الاستماع توا في الاستماع تسمع فينا طبعا شنو تقولي لها بلا بحبك كتير كتير اشتقنا لك كتير كتير غيابي كانت موجودة كل هالغياب كانت انت موجودة دائما بقلوبنا وخليني اقول شغلة حلوة كتير انه ست سميرة توفيق لما قدمت اللون البدوي بالتمثيل وبالاغاني ما كان شي حدا بالساحة مثل اللي قدمته يعني هلا اللي عم بيغنوا كان في من العمالقة كمان شي فبحبها كتير يعطيها الصحة وفي بالك باسكال باسكال في بالك انه ولا قناة ولا قبلة ولا قناة ولا اذاعة في الوطن العربي كل قد ما حاولوا معاه انها تكون معاهم في لقاء التلفزيوني او لقاء اذاعي ما قبلت ورفضت وكانت معانا وانا حبيت نشكرها لانها كانت معايا راديو تطاوين الليلة حصريا ومنيش عارف على ايش انها معانا لكن الليلة ان شاء الله بس تكونوا معانا طبعا فينا الا الله يطول بعمرها ويعطيها الصحة وبحبها كثير واشتقنا لها كثير ودائما موجودة بأعمالها بكل لحظة وعلى فكرة أنا الماما بتعرف على لتميرة هن وصغار يعني بأول طلعتهم بتعرفها فكمان موجهة تحية من المامي لأن مامي كثير بتحبها طبعا والله يعطيها الصحة إن شاء الله الله يخليك يا باسكال وبصراحة روح كبيرة 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 تنم طبعا على ثقافتك باسكال تنم أيضا على الإحساس الكبير اللي كان قريب برشا للجمهور على هذا الجمهور يحبك برشا رهافة حسك وأيضا حبك المحبة الكبيرة اللي في قلبك شكرا لباسكال اللي لا ملكة جمال الطرب اللبناني باسكال مش علياني شكرا ليك وإن شاء الله باش يكون لنا لقاء مطول بإذن الله شكرا باسكال أكيد ميرسي نجيل مشكور شكرا نحبك برشا برشا باسكال شكرا وانا كمان برشا برشا وكل من بدهم يعرفوا دائما جديد واخباري كمان يتابعوني على تويتر رح كون موجوده دائما معهم شكرا شكرا ثانك يو شكرا باي باي ميرسي شكرا ثانك يو بقول لك قبل ما تروح خدني معاك وفلت